السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على بلادنا، الله يستر بلادنا، الله يستر خوتنا، والله يرحم الناس اللي ماتوا الشهداء والشهداء تاع 62 54 62 واللي قدام واللي مورا، الشهداء اللي ماتوا اللي في قلبك في قلبه لا اله الا الله. وثاني احنا اليوم غادي نهضروا هضره زينه، الله يستر القياده هذه تاعنا، هذه قياده، هذا تبون وهذا الشيف تاع العسكر الجنرال واش اسمه شنقريحه هذا الله يستره، عرفد النار يصنع والله يستر. جماعة اللي هم واقفين مع تبون شفتوا اللي في قلبه الخير ويبغي البلاد، هذه بلادنا والبلاد ما فيها الزعقه، بلاد كيما قال لك بومتي الله يرحمه خط احمر الله يرحمه ويوسع عليه، والله ينصر خوتنا الفلسطينيين، الله ينصر خوتنا الفلسطينيين على اليهود واش راهم غابنينهم ساكن، راهم حاقرينهم ومبلعين عليهم، راهم قتلوا لهم واحد هذو اليوم الله يرحم هذيك المصريه هذيك الشيره اللي تاع الاذاعه تاع ابو شيرين ابو عاقله الله يرحمها، ولا كانت مسلمه ولا كانت مسيحيه ثاني الله ما يرحمها وصيش ربي هو اللي يعرف، احنا ندعو لها الله وربي هو اللي عارف. والله ينصر خوتنا الفلسطينيين، قلنا والله يوحد الصفوف تاع العرب كاع والمسلمين. انا مشتين واحد يجبل في الغرب واحد يجبل في الشرق واحد راك تشوف، وهاد البلاد الله يسترها، العديان راهم منا ومنا الله يسترنا يا ربي الله يسترنا يا ربي الله يسترنا. هي بلاد كبيرة والناس كاع راه عينها في ذي البلاد، الله يجيب الخير برك. خويا دي بلادنا يا ولد خويا، ما وين نروحو؟ ما عندناش وين نروحو، وين نروحو؟ عندناش وين نروحو اخويا، يصرالنا كيما دوك اللي شتوهم يقعدو كيما مساكين دوك تاع سوريا، حشاوها لهم يقعدو قاعدو يطلبو في الطرق عند لي دودان. بناتهم تلقاها الله يبارك ديرك كي الشمعه واقفه رافده قوطي وتطلب، الله يستر بنياتنا الجزائريات يا ربي، وهما ثاني الله ينصرهم ويردهم لبلادهم، الله يجمع الشمل تاعهم. هادو مؤمنين ومسلمين كيما احنا، على انا ما نتمنوا الشر حتى لواحد، احنا جزائريين و قال لك بومجي الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه، ان شاء الله غير يعاودي الله يرحمه ويوسع عليه. ايوا والله يستر داك تبون، الله يحفظه راه يخدم على روحه، حنا نشوفو فيها الله يدمع البلاد ورافد النار يصانا، راه يبان راه يبان فيه الخير سيدي، الله يستره ويحفظه، الله يستر كاع دوك الجماعة اللي هم معاه، هادوك كاع جماعة راه تبان بلي جماعة فيها الخير. ايوا ان شاء الله يا ربي الله يفتح علينا كاع ويفتح المؤمنين وكاع اللي عنده شر حاجه في قلبه ربي يقضيها له، اللي عنده شبرط الله يشفيه يا رب يا رب. والسلام عليكم، ودعونا الله كما ندعوكم ربي حنا تاني، الله يفرجها على كل مؤمن، الله يشفي كاع المرضى الامراض، اللي عنده مريض الله يشفيه، اللي عنده اسير في فلسطين الله يطلق سراحه ان شاء الله في فلسطين ولا في بلاد اخرى مسلمين، عند المسلمين الكفار حنا ما ندعولهمش، كل واحد يدعي لروحه ويدعو لروحهم، حنا ندعو لروحنا على المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.